مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج العذراء. بس عزيزي المتابع، أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. إنزين، هني راح نتناول الجوانب العملية أكثر لحياتك. يا برج العذراء عندنا الأموال، الوظيفة، المشاريع، حتى الدراسة. وبشكل عام راح نلقي نظرة على الحياة العاطفية، وآخر شيء ننتهي بالمفاجأة اللي خبيها لك. أول شيء جانب الأموال لبرج العذراء، خلنا نشوف شلون راح تكون أموالك خلال هالشهر. أوكي، راح يصير عندك تغيير مفاجئ في الصرف. يعني في اموال اشوفك هني انت يا برج العذراء حاطنها على جنب من اجل اليوم الاسود، ولكن في شيء، شخص، ممكن يكون شخص، ممكن يكون شيء معين تحب ان تحصله عشان نفسك، شيء خص الحب. الحب مو فقط شخص، ممكن احب اني اسافر، ممكن شفت عقد وقررت، او مجوهرات، اوكي، او سيارة حتى، ولو ان هذا الشيء ما كنت مخطط انه راح اشتري. زين، هذا الشيء راح يأثر على ميزانيتي، ولكن راح اكون جدا مرن خلال هذا الشهر واشتري لنفسي الشيء اللي احبه. برج العذراء خلال هذا الشهر قاعد يذهب يصرف امواله على الاشياء اللي يحبها. في شيء او شخص، اوكي، فهو اللي راح تصرف اموالك عليه. ممكن تصرف، ممكن شخص قال لك انت بخيل، تحاول تراضيه فتصرف عليه فتستميله. ممكن لقيت سويت شوبينج عجبك شيء خارج عن ميزانيتك، اوكي، راح شوية يتعب ميزانيتك، ولكن مو لدرجة انه يقصفها، لا، راح يكون في اعادة ترتيب للاولويات. كان ما هني برج العذراء يقول حساب التوفير مو وايد ضروري، لازم اول شيء احصل الاشياء اللي احبها، السيارة، البيت، الزواج. اوكي، اذا تنتظرون زواج، تنتظرون صرف من برج العذراء، جدا ممتاز. انزين، ويمكن هني ايضا انت راح تنوع مصادر دخلك يا برج العذراء. راح تدخل في انشطة جانبية تجيب لك دخل زيادة، يخليك مرتاح أكثر في حياتك. لما تزيد المادة ترتاح أكثر. خلنا نشوف الوظيفة للي منكم عندهم وظيفة. عشر الأغصان، كأنما هني أحس برج العذراء حاط لنفسه خطة للخروج من العمل، عشان كذي هني عندك نوع من الانتقال، تغيير. قاعد تشيل فلوس انزين من حساب التوفير وتحطها يمكن حتى في مشروع، عشان قايل انت قلت بينك وبين نفسك انا هاي الوظيفة ما ابي اتم فيها لحد ما يوصل عمري 40 او 50، او لحد ما يتقدم بي العمر. ابي من الحين ابتدي في بزنس اسس نفسي فيه عشان استطيع اني اترك هاي الوظيفة اللي متعبتني. ولو ما عندك نية ان تترك وظيفتك، ففي الفترة القادمة زين دخولك في اي نوع من الانشطة الخارجية راح شوية تخفف عنك التعب في الوظيفة، لأن أشوف إن الفترة القادمة راح يكون فترة وايد مشغول فيها في الدوام، وايد فيها مهمات، كل المهمات قاعدة تقع على عاتقك أنت، كأنما ما في أحد في القسم، ما في أحد في الوزارة في الوظيفة غيرك أنت. دائما وين برج العذراء، خلينا نعطيها هاي المهمة. فهني أشوف برج العذراء صاير جدا ذكي وقاعد يفتح لنفسه باب مختلف للدخل. خلينا نشوف المشاريع حق منكم أصحاب المشاريع. أوكي، مخطط، عندك طاقة التخطيط خلال هذا الشهر، طاقة اللي راسم على شيء. والمصيبة في الموضوع أن أنت صاير جدا سيكرت، جدا سري، ما قاعد تقول حتى للناس اللي تثق فيهم، ما قاعد تبين ان عندك فلوس، عندك نية ان تطلع من الدوام، عندك نية ان تفتح لك مشروع. كل هاي الطاقات موجودة، ولكن انت ابدا لا حس ولا خبر.
فهذه طاقة ذكية ترى. ولكن اللي منكم اوريدي موجود في مشروع، اشوف هني ان ابتدى تتضح عندك رؤية شنو لازم اسوي في مشروعك. خلال شهر سبتمبر راح تكتشف شنو لازم تسوي في مشروعك عشان تاخذه الى مستوى افضل. عشان يصير المستوى الافضل ياتيك بالاموال اللي تتمناها، عرفت؟ راح تاتيك الفكرة خلال شهر سبتمبر، ولكن الذكي ان انت ما راح تتكلم لولا احد ولا حتى المقربين منك، لان هني الطاقة الموجودة طاقة العالمة حافظة الاسرار. الشيء راح تقدر تحققه في مشروعك في حياتك العملية اذا كنت سري بخصوصه، مو اذا الكل قدر يعرف افكارك ويناقشك في افكارك وينشر افكارك. ابدا خليك سيكرت. خلينا نشوف الدراسة. العاشقين، اوكي، كرت برج الجوزاء. اذا تنتظر قبول من منحة او بعثة لتخصص معين او من جامعة معينة، احتمال انك قدمت على جامعة صعب انك تحصل، صعب انك تنقبل فيها، في الفترة القادمة راح تنقبل باذن الله. ولكن هني التأثير، اوكي، برج العذراء رسالة لك في الجانب الدراسي ان لا تركز على الدرجات هوايد، ركز على العلاقات العامة. ياما ناس درجاتهم كانت عادية او متوسطة ووصلوا الى اعلى المناصب في الحياة لان عندهم طريقة سحرية في ابهار الناس. عندك طاقة الكوبين متكررة مرتين، تلاقي. المهم ان تبدع في مقابلة العمل، في مقابلة الجامعة، مو في الدرجات نفسها. فاعمل على تشبيب مهاراتك الاجتماعية، مهارات الكاريزما، مهارات الكلام واللطف، اوكي، هاي اللي راح يساعدك ان تصل الى حتى طموحك الدراسي اللي باكر مرتبط بالوظيفة. نشوف الباحثين عن عمل. الغصن الاول راح يكون في نوع من انت راح تشارك في نشاط. اذا انت تبحث عن عمل راح تشارك في نوع من الانشطة، يمكن حتى تتعرف على شخص جديد. انزين، شخص عن طريق شخص عن طريق شخص راح يعرض عليك فرصة للعمل لديهم. عندنا هني طاقة الابراج النارية، اسد قوس حمل. انزين، ولكن هذا الشخص اوريدي يملك منصب في المكان، انت يمكن ما تدري عنه لحد الان، انت ما تدري ان الشخص اللي التقيت فيه هو صاحب منصب. ولكن لما تبتدي تتعرف عليه تشرح له عن حياتك وتشرح له انك تبحث عن وظيفة، راح يساعدك في الفترة القادمة. احرص ان انت تتكلم مع الناس. شوف، عندك طاقة الكاريزما، الاستلطاف، وان انت تتكلم تعبر انك تبحث عن وظيفة. خلنا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام، شلون راح يكون توافقك مع الشريك في الشهر القادم، او سوري في شهر سبتمبر. كرت النجمة، شريكك يقول خليك بعيد حبك يزيد. ليش؟ ما ادري، يمكن انت تتعامل مع دلو او احد الابراج الهوائية، بس هني انت تتعامل مع شخص يريد شوية انه يبتعد، مو بس عنك، عن الكل. يمكن عنده رغبة، ابتدت عنده رغبة جديدة انه يستقل بنفسه. في اطباع جديدة عند شريكك انت ما تعودت عليها، فهو هني يبي يبتعد عشان يحصل نوع من الحرية الشخصية. يبتدي في مشروع، يشتغل في وظيفة راح تبعده عنك في دولة ثانية، اوكي، فراح تكون العلاقة صعبة ولكن ما راح ينطفي الحب. النجمة نشوفها في الظلام بعيدة ولكن نشوفها. راح يظل الحب قوي بينك وبين الشريك، الارتباط الروحي، لكن راح يكون في نوع من البعد الجسدي او البعد بسبب الظروف العائلية. واذا ما عندك شريك يا برج العذراء، انتظر قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك. ان شاء الله بسويها بعدين. خلينا نشوف الصحة. الكوب الأول وستة الأكواب. إذا سويت عملية
هني قاعدة تهيني طاقة أحد من برج العذراء. سوى عملية أوكي في السابق، غير في نمط حياته، توقف عن التدخين، توقف عن الشرب، توقف عن مثلا أكل السكريات، والحين ذاهب إلى المستشفى فقط من أجل إجراء فحوص روتينية. الفحوص راح تطلع إن شاء الله جيدة، بس إن ظل حط بالك على نفسك أوكي، بس لأن الدكتور قال لك أنت عافيت من المرض، أنت خلصت من المرض، مو معناته أنه ما يقدر المرض يرجع لك. إذا أنت رجعت لنفس الأطباع، نفس النمط اللي كنت تسويه وسبب لك هاي الشيء في جسدك، خلينا نشوف الأمور القانونية. إذا عندك يا برج العذراء أي شيء في النظام القضائي أو القانوني، قضية تنتظر الحكم فيها، سبعة الأكواب. أنت اللي عندك نوع من الخوف، ترددك، عدم ثقتك، زين، حجة، أنت ما حجتك، وإن كان أنت لك حق في اللي قاعد تطالب فيه، ولكن أحس هني إنه يمكن المحامي أو أنت ما رتبتوا الحجة بشكل جدا منمق، بحيث إن لما تعرضها على النظام القانوني أنت اللي تربح القضية، عرفت؟ يعني مثلا لو عندك اتهام أو أحد متهمك، أنت تملك الأدلة، تملك الرصيد، تملك الأوقات، ولكن ما قاعد ترتبها بشكل عشان تعرضها وتنجح. الأشياء لحد الآن عندك مبعثرة، محتاج أن تعيد ترتيب حجتك وفايلك وقضيتك، ترتب حث فيها وترتب الأوراق، ترتب الأحداث. عدم ترابط الأحداث والأسباب في عقلك أنت في حجتك راح يحسم الموضوع ضدك ترى. أوكي، محتاج ترتب أمورك في القضايا. خلينا نشوف شنو راح تكون طاقة التحدي أو الطاقة اللي تستفزك خلال شهر سبتمبر. Obsession، كثرة التفكير، لأن أنا فشلت في الماضي راح أفشل في الحاضر، لأن أنا رفضت في الماضي راح أرفض في الحاضر. لما نظل وايد نفكر خصوصا في الماضي ونستخدم أنه هو البوصلة، الماضي هو البوصلة اللي راح نحدد فيها طريقنا في المستقبل، هذا أكبر غلط. الحاضر، طريقة تفكيرنا في الحاضر هي اللي راح تحدد مستقبلنا مو الماضي. إخراج الماضي من رأسك هو التحدي لك خلال شهر سبتمبر. نشوف شنو الطاقة اللي راح تعينك. أو هني دائما الشخص كأنه مواقف هني ودائما يحس إن الذنب ذنبه أو الغلط غلطة. أوكي، بالضبط هذه الطاقة اللي راح تعينك. resting tree، patience الصبر، stillness الثبات، resting tree شجرة الاستراحة، ان انت تروح تستريح عند شجرة. الاستراحة هني بما معنى اي نوع من الاستراحات اللي يخرجك من كثرة التفكير. زين، برج العذراء واقعي ويحب انه يفكر دائما، ولكن كثرته راح تأثر على ادائك خلال هذا الشهر. التأمل، النوم، القيلولة، لا تفكر وايد في التحكم. لما تحاول وايد تتحكم بالأمور هني أنت راح تتعب، وأيضا النتائج ما راح تعجبك. لما تعرف المفتاح، المفتاح أنك تكون مرتاح. دائما لما نشوف ناس إحنا نقول عنهم باردين، باردين في الحياة لكن ينجزون كل شيء إحنا فكرنا أنه ما راح يقدرون ينجزونه. يأتون على الوقت، يخلصون مهامهم على الوقت، يسلمون المشاريع على الوقت، يحصلون على الدخل اللي احنا ما توقعنا لهم، وهم باردين مو عن طريق كثرة التفكير وحرق الراس وكثرة التدخين. حتى كثرة التدخين احسها موجودة في طاقتك هذا الشهر برج العذراء. اوكي، هايروفانت،
بانتظارك زواج تقليدي. احتمال كبير يا برج العذراء ان في احد راح يقترح عليك او ياتي لك بمرشح من اجل زواج تقليدي. انزين احس ان انت راح تعجب بهذا الشخص مع انك ما تتوقع انك تعجب فيه، لانه هو مثلا متدين وايد وانت متحرر، او العكس انت متحرر هو متحرر انت متدين، شيء كذي. ولكن شيء ياتيك عن طريق مو بس عن طريق الزواج التقليدي، عن طريق المؤسسه الدينيه اللي انت تنتمي لها، اذا كنت مسيحي يهودي مسلم، عن طريق المكان الديني اللي ترتاده دائما، راح يصير في كونكشن او تعرف على شخص جديد في الحياه العاطفيه. راح يفتح لك باب المكان الديني، راح يفتح لك باب للارتباط وايضا للحياه العاطفيه. الحين اشوفكم كلكم تكثرون من الذهاب الى الاماكن الدينيه فقط من اجل الالتقاء بالشخص اللي في بالكم. عزيزي برج العذراء، هذه كانت قراءتي.